طيب المرة اللي فاتت يا سنة أولى أخذنا ضرب حد في مقدار، النهاردة الدرس تقيل شوية، هناخد ضرب مقدار جبري مكون من حدين في ضرب في مقدار جبري آخر. خلي بالك الدرس ده مهم جدا، بيجي حوالي عليه مسألتين في الامتحان، هو أتقل درس في الجبر. حاول تركز بقى معايا. زي إيه؟ زي بيقول لي أوجد حصل ضرب المقدار ده في المقدار ده. طيب ده مقدار يا سنة أولى مكون من حدين، وده مقدار مكون من حدين، عايز يضربهم في بعض. طيب أنا هشتغل طريقة أفقية وطريقة رأسية، تمام؟ واللي تعجبك اشتغل بيها، وهقول لك طريقة أحسن من دي وأحسن من دي. طب بص، أول حاجة أنا عندي ده المقدار الأول، همسك الحد الأول بتاعه اللي هو السين، هضربه هنا وهنا، تمام؟ وبعدين أمسك الحد التاني اللي هو الخمسة، هضربه هنا وهضربه هنا. تعالوا كده ننفذ الكلام ده. انا همسك السين اللي في الحد اللي في المقدار الاول، هروح ضربها في المقدار الثاني كله، 2 س ناقص 1، والموجب 5 هروح ضربها في المقدار الثاني كله. عملت ايه سنه اولى تاني؟ مسكت الحد الاول في المقدار ده ضربته في المقدار كله، ومسكت الحد الثاني ضربته في المقدار كله، وابدا اضرب زي ما انا عارفه، اصبح حد جبري في مقدار جبري. الدرس بتاع الحصه اللي فاتت هضرب الحد كده هنا وهنا، وهضرب الحد ده هنا وهنا، وبعدين اجمع، تمام؟ س في 2 س بسرعه بقى، 2 س اس 2، موجب في سالب بسالب، س في 1 بس، موجب 5 في موجب 2، وموجب 10 والس تنزل، موجب في سالب بسالب، 5 في 1 ب 5. وارجع يا سنه اولى اجمع ايه؟ اجمع المتشابهين. في حاجه متشابهه؟ اه، السالب س والموجب 10 س، يعني دي مس هتنزل زي ما كانها 2 س اس 2، والسالب 5 هتنزل زي ما هي، مفيش حاجه تتجمع عليها. طيب سالب س وموجب 10 س بنزل، انا بجمع يا سنه اولى في الخطوه دي، بجمع مش بضرب، هنزل الشرط الكبير الموجب واطرح 10 ناقص 1 9 س كده، ده الناتج النهائي. طب تعالوا كده نشتغل بالطريقه الرأسية، أنا هحط المقدارين تحت بعض، س زائد 5 في 2 س ناقص 1، أكنك بتضرب الضرب بتاع ابتدائي، همسك الحد ده هضربه هنا وهنا، وبعدين همسك الحد ده هضربه هنا وهنا، تمام؟ يبقى كده همسك ده 2 س هضربها هنا وهنا، 2 س في س 2 س أس 2، 2 س في 5 بموجب 10 س، تمام؟ الخانة الأولانية سنة أولى كنا بنحط فيها إيه؟ صفر. سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في 5 بسالب 5، ونروح مجمعين أكني بضرب إيه؟ بضرب زي ابتدائي وهجمع دول. 2 س في حاجة تتجمع عليها؟ لا، يبقى 2 س تنزل. موجب 10 ناقص س يبقى موجب 9 س، والسالب 5 مفيش حاجة تتجمع عليها، بنزلها سالب ايه؟ 5. شايف الناتج هنا طلع زي الناتج هنا، تمام؟ أنت عجبك الطريقة الرأسية الأفقية؟ تمام. عجبك الرأسية؟ تمام. في بقى طريقة أسهل من الأفقية وأسهل من الرأسية، وهي الضرب بمجرد ايه؟ بمجرد النظر. بص يا سنة أولى، أنا بضرب بمجرد النظر ازاي؟ أنا بضرب الأول في الأول، بضرب الأول في الأول، تمام؟ وبضرب الثاني في الثاني، الثاني في الثاني، تمام؟ يبقى الأول في الأول بكتبه الأول، والثاني في الثاني بكتبه في الآخر، تمام؟ ركز بقى معايا، الأول في الأول بكتبه في الأول، والثاني في الثاني بكتبه في الآخر، تمام؟ طب وفي النص يا مستر هنكتب إيه؟ في النص هكتب حاصل ضرب الوسطين مجموع عليه حاصل ضرب الطرفين، اللي في النص دول اسمهم وسطين، واللي في الاخر اسمهم ايه؟ طرفين. يبقى في النص هكتب ايه؟ حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين. هو الكلام ما احنا اكيد مش هنكتب كل مره كده، احنا بس هنتعلم ايه؟ ازاي نحل السؤال. طيب الاول في الاول، يلا بقى بسرعه، س في س في 2 س ب 2 س اس 2، الثاني في الثاني موجب 5 في سالب 1
والثالث خمسة. طيب ضرب الوسطين بكام؟ اتنين، اتنين سين في خمسة بعشرة سين. طب والطرفين؟ سين في سالب واحد بسالب سين، اجمعهم سالب واحد وموجب عشرة يبقى موجب تسعة سين. تمام؟ هي دي الطريقة سنة أولى، بس احنا نتعود، هنحل كتير لحد ما نتعود عليها. طيب تعالوا كده نشتغل بيها هنا. اوعوا تحاسب ضرب كل ال 100 ميلة بمجرد النظر، هشتغل خلاص بمجرد النظر لا أفقية ولا رأسية. تمام؟ يلا بقى معايا، الأول في الأول، الثاني في الثاني، مجموع حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين. تمام؟ يبقى س في س بس أس 2 كده، الأول في الأول فاكتبه في الأول، الثاني في الثاني 2 في 4 موجب 8 كتبته في الآخر، في النص هكتب إيه؟ حاصل ضرب الوسطين ب 2 س، حاصل ضرب الطرفين ب 4 س، نجمعهم يبقى إيه؟ موجب 6 س. شايفين كده أسهل، الأول في الأول بنكتبه في الأول، الثاني في الثاني بكتبه في الآخر، حاصل ضرب الوسطين أهو، حاصل ضرب الطرفين أهو، بجمعهم على بعض وأكتبه في النص. تمام؟ يلا هنا الأول في الأول. إحنا ممكن يا جماعة نعملها مش كده، لو أنت إيه مش متمكن في الضرب، الأول في الأول 3 ألف في 2 ألف بكام؟ ب 6 ألف أس 2، 6 ألف أس 2، الثاني في الثاني اللي هو 2 باء في سالب 5 باء، 2 في سالب 5 بسالب 10، باء في باء بباء أس 2، سالب 10 باء أس 2 دي بنكتبها فين؟ في الآخر، سالب 10 باء أس 2. طيب حاصل ضرب الوسطين بكام؟ 2 في 2 ب 4، أ في باء بألف باء. طيب الطرفين 3 في سالب 5 بسالب 15، كل عدد بضربه بشرطه. تمام؟ أ في باء بألف باء. تمام؟ سالب 15 أ باء وموجب 4 أ باء، يبقى إيه؟ بنزل بشرط الكبير سالب 11 أ باء. تمام؟ طيب هنا ها الأول في الأول، الثاني في الثاني، حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين، الأول في الأول بكام؟ 4 س في 2 س ب 8 س، 3 في 2 4 س في 2 س ب 8 س أس 2، لما بضرب بجمع الأسس، موجب 1 وموجب 3 وموجب 3 بكتبه في الآخر. حاصل ضرب الوسطين 1 في 2 س ب 2 س، 4 س في 3، 4 س في 3 بكام يا سنة أولى؟ 4 في 3 ب 12 س، اجمع يبقى موجب 14 س. تمام؟ هنا الأول في الأول ص في ص بص أس 2، سالب 5 في موجب 2 بسالب 10، كده الأول في الأول والثاني في الثاني. طيب تعالى كده حاصل ضرب الوسطين سالب 5 في ص بسالب 5 ص، اللي حاصل ضرب الوسطين الطرفين ص في 2 ب 2 ص، جمعهم 2 ص وسالب 5 ص، بنزل إشارة الكبير سالب 3 ص. حل مسائل كتير بمجرد النظر لأن ده مهم جدا في الامتحان. تمام؟ طيب في سنة أولى حالات خاصة من ضرب مقدار في مقدار. يعني إيه حالات خاصة من ضرب مقدار في مقدار؟ بصي سنة أولى لما يقول لي س زائد ص أس 2، مش دي كانت عبارة يا سنة أولى عن س زائد ص في س زائد ص؟ تمام؟ طيب بحلها إزاي؟ بمجرد النظر زي ما خدنا من شوية، كنت بقول الأول في الأول س في س بس أس 2، والتاني في التاني ص في ص بص أس 2، ها وحاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين، الوسطين حاصل ضربهم بإيه؟ بس ص، والطرفين برضو س ص بس ص، اجمعهم يبقى 2 س ص. تمام؟ في بقى طريقة أفك بيها الكلام ده من غير ما أرجعه لمجرد النظر، إزاي؟ بصوا بقول مربع الأول، فين الأول؟ س، يعني إيه مربع الأول؟ يعني الأول في نفسه. س في س على جنب بقى كده، مربع الاول يعني س في س بايه؟ بس اس 2، مربع الاول بكتبه في الاول س اس 2. طيب مربع الثاني ص في ص، ص اس 2، مربع الثاني بكتبه
في النص. طيب الحالة الخاصة الثانية سنة أولى لما يجيب لي مقدارين زي بعض بالظبط بس إشارة النص مختلفة، يعني هنا س ناقص ص وهنا س ناقص ص، بعمل إيه؟ مش هضرب بمجرد النظر بتعب نفسي، تمام؟ هعمل إيه؟ بقول على طول مربع الأول ناقص مربع الثاني، مربع الأول على طول ناقص مربع الثاني. الكلام ده بعمله وأنت سنة أولى لما يكون المقدارين زي بعض بس إشارة النص مختلفة، تمام؟ مربع الأول س في س س أس 2 ناقص مربع الثاني ص في ص ص أس 2. خلي بالك عشان ده هنحتاجه في حل المسائل. طيب مثال 2 بيقول لي أوجد مفكوك ده وده. هنفك ازاي؟ زي ما قلنا هنا. هفك ده ازاي؟ الاول في نفسه على جنب، اعمل هامش واعمل فيه الاول في الاول، الاول في نفسه يعني 3 الف في 3 الف بكام؟ 3 في 3 ب 9 الف في الف ب الف اس 2 يبقى 3 الف اس 2. الثاني في نفسه يعني 5 في 5، 5 في 5 بكام؟ ب 25. موجب 25 بكتبها يا سنة أولى 3 ألف بضربها في نفسها 3 ألف 3 ألف ب 9 ألف من زي ما أنا كاتبة، يبقى 9 ألف أس 2. يبقى أنا كده الأول في نفسه أهو، الثاني في نفسه أهو، الشرط النص بنزلها في النص وأضرب الأول في الثاني في 2، أضربها على جنب 3 ألف في 5 في 2، 3 في 5 15 في 2 ب 30,000، يبقى هنا كده 30,000، تمام؟ نفس الكلام هعمله هنا، الأول في نفسه 5 س في 5 س ب 5 ب 25 س أس 2، الثاني في نفسه سالب 7 ص بإشارتها سنة أولى، سالب 7 ص بكام؟ بموجب 49 ص أس 2، تمام؟ إشارة النص بنزلها فين؟ في النص من الأول في الثاني في 2، يعني 5 س في 7 ص في 2، 5 في 7 ب 35 في 2 ب 70، س في ص ب س ص، تمام؟ مثال رقم 3 بيقول لي أوجد حاسم ضرب كل ما يأتي. ها ملاحظين ايه المقدار ده؟ مش زي المقدار ده بس الاشاره ايه سنه اولى مختلفه، يبقى انا هعمل ايه؟ مربع الاول ناقص مربع الثاني، يعني او يا سنه اولى الاول في نفسه ناقص الثاني في نفسه، تمام؟ اهو الاول في نفسه ناقص الثاني في نفسه، الاول في نفسه 5 س في 5 س ب 25 س اس 2 ناقص الثاني في نفسه 3 ص في 3 ص ب 9 ص اس 2. نفس الكلام في المقدار او القوس زي القوس بس الاشاره هي اللي مختلفه، يبقى الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، 2 لام في 2 لام ب 4 لام اس 2 ناقص 5 في 5 ب 25. طيب مثال رقم 3 بيقول لي اختصر لابسط صوره س ناقص ص 2 زائد 2 س ص. انا لازم الاول قبل ما اقول كنت الناتج لما تكون س بسالب 1 وص ب 2 ابسط ده. هاخده كده تحت اللي هو ايه؟ س ناقص ص اس 2 زائد 2 س ص. عشان احنا اتعلمنا ازاي نفك اس 2، الاول في نفسه ناقص الثاني في نفسه وشرط النص بنزلها في النص والاول في الثاني في 2. الاول في نفسه س في س الثاني في نفسه سالب ص في سالب ص بموجب ص اس 2، بشرط النص نزلت في النص، الاول في الثاني في 2 س في ص س ص في 2 ب 2 س ص، وانزل ده زي ما هو ده بتاع المقدار موجب 2 س ص.
استدرجنا. طيب ناخدهم كده نفك القوس بقى واحنا بناكل، الاول في نفسه 2 س في 2 س و4 س اس 2، الثاني في نفسه سالب 2 في سالب 2 وموجب 4. الشرط النص ننزلها في النص، الاول في الثاني في 2، 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 س. لو انت مش عارف اعمل هامش وحل براحتك. موجب، موجب دي تمام؟ قوسين زي بعض بس الاشاره مختلفه، يبقى الاول في نفسه ناقص الثاني في نفسه، س في س ب س اس 2 ناقص 2 في 2 ب 4. ملاحظ حاجه يا سنه اولى؟ اه ملاحظ ان في عدد ومعكوسه الجمع مجموعهم بصفر راحوا مع بعض، يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي في حاجه تانية ملاحظها؟ اه في 4 س وفي اس 2 وفي س اس 2، مش ينفع نجمعهم؟ اه 4 س اس 2 وس اس 2 يبقى 5 س اس 2 سالب 8 س. ها كده خلصنا، دي ابسط صوره. عايز القيمه العدديه اللي بتنتج لما تكون س بسالب 1، يعني شيل الس وحط سالب 1. 5 في سالب 1 اس 2 ناقص 8 في سالب 1، يبقى 5 في سالب 1 اس 2 يا سنه اولى ب 1 موجب في سالب في سالب وموجب 8 في 1 ب 8. 5 في 1 ب 5 و 8 يبقى 13. الدرس ده مهم جدا، بيجي على الاقل فيه سؤالين في الامتحان، ركز قوي في مفكوك، في مفكوك اس 2، وركز ازاي لما يجي لك قصتين زي بعض بس الاشاره مختلفه ازاي تحلها. اخر مره يا سنه اولى من ضرب المقدار في مقدار، هضرب مقدار مكون من حدين في مقدار مكون من اكثر من حدين، يعني عندي المقدار ده اللي هو س ناقص 3، ده مقدار مكون من كام حد؟ من حدين، انما المقدار اللي هو 4 س زائد س اس 2 ناقص 7، ده مكون من كام حد؟ من 3 حدود، ازاي هضربهم؟ بص يا سنة أولى أنا هستخدم كده مثلا الطريقة الأفقية، الطريقة الرأسية، أنا هكتب المقدار الكبير فوق بس هرتبه، يعني خلي س أس 2 وبعدين الأربعة س وفي الآخر السالب 7، س أس 2 زائد 4 س ناقص 7، المفروض هيتضرب في مين؟ هيتضرب في س ناقص 3، تمام؟ طيب أنا هعمل إيه؟ الضرب بالطريقة الأفقية أو بالطريقة الرأسية سنة أولى متعودين ان انا هضرب الحد ده سينما، هضرب الحد اللي هو السين في كل الحدود اللي فوق، تمام؟ يبقى سين في سين اس 2 في سين اس 3، موجب في موجب في موجب، 4 في 1 ب 4، سين في سين في سين اس 2، موجب في سالب في سالب، سين في 7 في 7 سين، تمام؟ بعد كده يا سنة أولى همسك الحد اللي هو السالب 3 وأروح برضه ضرباه في اللي فوق كله، تمام؟ طيب واحدة واحدة بقى، سالب طبعًا بنحجز أول خانة بصفر، سالب في موجب في سالب، 3 في س أس 2 ب 3 س أس 2، سالب في موجب بسالب، 3 في 4 ب 12 والس تنزل، سالب في سالب وموجب. 3 في 7 ب 21، وبعد كده سنة أولى في آخر خطوة بجمع، الس أس 3 وصفر يبقى س أس 3، موجب 4 س أس 2 وسالب 3 س أس 2 وموجب س أس 2، خلي بالك أنا في الأول كنت بضرب هنا بجمع، سالب 7 س وسالب 12 س بنزل الإشارة وأجمع 7 و 12 19 س. موجب 21 مش هنجيب عليه حاجة.